ما عندنا قانون للبيع بالتخصيص. أول وظيفة كانت لي مساعد مراقب الميزانية، طفرة الاقتصادية بعد ارتفاع النفط، وهذا كانت أمنياتي أن أخدم بلدي. الدبلومة الوطنية، لباسة من القدم إلى الرأس، حطهم يم سريرة حق العيد. الآن خلاص كبرنا الحين، كل شيء موجود. إنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان ومركزها البحرين، وبنشئ لأن كنا نسكن في بيت العود اللي كانت الأسرة مركبة، لأن من المشاكل الواحد يرتاح بعدها يصير لها لذة أكثر. أولا شكرا على زيارتكم لي ومقدر ذلك. دروش المناعي شخصية عادية، رجل أعمال، والآن عضو في مجلس الشورى. هذا ثاني فصل تشريعي، الرابع والخامس، وإن شاء الله أكون عند حسدان المسؤولين. طبعا أولا بلشت العمل في الحكومة بعد تخرجي مباشرة. في ذيك الوقت كانت البحرين فترة بعد الانتداب البريطاني تحتاج إلى أبنائها المتعلمين الوقوف مع الحكومة في إدارة شؤون البلد. طبعا كانت كلها بالإنجليزي، وبحكم أنا كنت متعلم في بريطانيا، أول وظيفة كانت لي مساعد مراقب الميزانية، وبعد سنة أخذت مكان إنجليزي وعملت كثير لصالح البلد. يعني كانت في السابق الميزانية تعد لسنة واحدة، وإحنا أغلب الأعمال في ذيك الوقت كلها أعمال بنية تحتية، يعني تحتاج إلى سنتين وأكثر لإنهائها. فلذلك اقترحت على القيادة أن نعمل الميزانية لسنتين، ولله الحمد للآن لسنتين. فطبعا في إجراءات يجب الأخذ بها، الانتقال من سنة لسنتين. فطبعا أنا كان عندي موظفين بحرينيين وأجانب، علشان أدرب البحرينيين اللي عندي لملائمة مع الميزانية لسنتين. كانت في بداية مشوار كلية الخليج الفنية اللي هي الآن جامعة البحرين، اتصلت بهم كما أنا عندي عدد معين من الموظفين وحب أدرس مدخل للاقتصاد ومن ثم المحاسبة. فطبعا رحبوا بالفكرة، فقالوا احنا بنعطيك ضعف اللي عندك من المدرسين وبنشئ الدبلومة الوطنية عندهم. وبالفعل كانت 4 ساعات في الأسبوع لمدة سنة، حتى الموظفين يعني تمكنوا من العمل، ولله الحمد يعني مشت الأمور من أحسن ما يمكن. بعدها انتقلت إلى مركز رئيس محاسبين كهرباء محل إنجليزي. في ذيك الوقت كانت تصدر 3 فواتير لكل عقار، الكهرباء لحالها، الماء لحالها، والبلدية لحالها. طبعا عملت مانا في قائمة واحدة، وهذا وفر كثير وأشياء كثير. يعني جات الطفرة الاقتصادية بعد ارتفاع النفط، فاكتسبت خبرة من وجودي في الحكومة. فطبعا استمريت العمل الحر، لكن لا أنقطع مع الحكومة، يعني دايما على اتصال معهم. العمل الحر أنشأت مناعة للتجارة والاستثمار، وللحمد توفقت. وهي كانت بسيطة الإجراءات في البحرين. أنا أخذت نشاط تجارة عامة وبلشت في الألمنيوم والحديد والستانلس ستيل، بعدين في الألمنيوم، بعدين في الجزاز. يعني أخذت حيز كبير في الصناعة، ولله الحمد أبنائي درسوا معي في نفس الجامعة اللي درس فيها،
الفرق 25 سنة، وجدت أن هاي كل الأعمال اللي صارت طبعاً صارت في البحرين، مثل عندك الفورمولا 1، درة البحرين، أغلب المباني اللي في الدبلوماسية والسيف شيدناها، عملنا طبعاً قصور في البحرين ودول الخليج، وخاصة القبب الكبيرة. فيعني توفقنا في الأمور وحصلت على إشادات كثيرة. طبعاً دخولي لمجلس الشورى، وهذا طبعاً شرف لي كبير أن أنا أخدم بلدي، وهذا كانت أمنياتي أن أنا أخدم بلدي، وأبذلت قد ما أقدر. وتذكر أول سنة دخلت مجلس الشورى، طبعاً أنا بحكم اقتصادي ومحاسبي، وجدت أن لا يوجد عندنا هنا تشجيع وحماية الاستثمار. هناك مواد كثيرة متفرقة في عدة قوانين، فطبعاً اشتغلت عليها ولله الحمد، وقمت بعمل صراحة أنا فخور به، وهو أن قانون شامل تم إعداده بمفردي، ورغم أن أنا ما لي علاقة بالسياسة، لكن حاولت، وطبعا المجلس وقف معي بإعطائي كل الإرشادات، وعلى أساس أن أنت تعمل قانون يجب أن تطلع على القوانين السابقة كلها اللي لها علاقة بالاستثمار والدول اللي حواليك وبعض الدول المتقدمة. النهاية قدمته ولله الحمد، نال موافقة المجلس، بعدين الحكومة الموقرة درسته، وحولت حسب الإجراءات المعتادة إلى النواب في صيغة مشروع قانون. ذكر لنا اسم القانون علشان يوضح. تشجيع وحماية الاستثمار. نعم. بعدها كثير من القوانين شاركت فيها، يعني مؤخرا تقدمت أنا وزملائي ب إدراج الحساب الختامي لحساب احتياط حساب التعطل والتأمينات الاجتماعية. لما تنهي هذه الحسابات الختامية تعرض على السلطة التشريعية، النواب وعلى الشورى، وطبعا النواب الشورى يضعون ملاحظاتهم على أساس أن تستفيد منها، مثل ما كان مع احتياطي الأجيال القادمة، وهذا جديد. كذلك تقدمت أنا وزملائي في البيع بالتقسيط، ما عندنا قانون للبيع بالتقسيط، فحاولنا أن نضع كل أصحاب الأطراف في معادلة، بحيث أن يكون الكل يعني مستفيد من القانون. ولله الحمد نالوا موافقة المجلس، والآن مع الحكومة وأشياء كثير. يعني في السابق يعني شاركت في إعداد مسودة النظام والإفلاس في البحرين، وبعد طلع من عندنا وراح وصدر من جلالة الملك. يعني في أمور كثيرة. مؤخرا أنا الحين لقيت لك هذه العلاقة باللجنة المالية والشؤون الاقتصادية، بحكم وجودي بعد في لجنة حقوق الإنسان كنائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، تقدمت بفكرة، وهو إنشاء مفوضية خليجية لحقوق الإنسان ومركزها البحرين، لما تتميز البحرين بمكانه في حقوق الإنسان. طبعا معالي الرئيس عجبت الفكرة وعرضها على وزارة الخارجية،
والآن وزارة الخارجية تأخذ الإجراءات لتنفيذه. أمنيتي صراحة أن جلالة الملك على الإنجاز اللي قام به كقائد في العقدين أن يرشح ويستحق لجائزة نوبل للسلام، وأنا أعلنت هاي في عدة مرات في الصحف، لأن صراحة البلد الوحيد اللي أنا أراه بتواجد جميع الأجناس جميع المذاهب. إحنا عندنا المعابد الهندية فوق 200 سنة، الكنائس، فيعني بلد متعايش متسالم، فهذه يرجع إلى القيادة. فإذا إحنا لازم، هذه أقل واجب، أن نقوم باتجاه الملك. طبعا هذا يحتاج عمل حثيث من جهات مختصة. يعني لما استقبلت خبر التعيين، نبي شوي نتذكر هاي الأحداث. والله يعني كان صراحة هو تقدير، أنا شعرت بمجلة الملك واعتز به، وعلى طول أنا اخترت اللجنتين، لأن هما اللجنة المالية هي يعني المحور لمجلس الشورى، كل شيء يعتمد على الميزانية. حق الإنسان يعني هي كمواطن أنا لازم أهتم بحق الإنسان. اللي حاصل طبعا أنا جديد، لا لي علاقة بالسياسة ولا بصياغة القوانين، لكن مجلس الشورى رتب حق كل الأعضاء دروس مكثفة في كيفية صياغة القوانين، كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وكانت حضور مكثف صراحة واستفدنا منها. وهذا المهم، يعني استقرت حوالي يمكن أسبوعين في البداية، فعطتنا دفع وخلتني شجعتني أن أستمر في إصدار مثل ما قلت الشان الأول اللي هو تشجيع حياة الاستثمار. فيعني هو شوفي، الواحد يقدر يخدم البلد من أي ناحية، كل اللي عليه هو الإخلاص وتوفير الوقت. يعني أنا والله الحمد من يوم أنا صغير منظف في حياتي، أعرف شو أريد. أنا حين عضو في عدة جمعيات مدنية، كبس تطوعي، بعضها رئيس مجلس إدارة تطوعي. نركز على شهر رمضان بما أن الفيديو بيطلع في رمضان. والله يا أختي الفاضلة ذكرتين بأيام الحلوة صراحة. يعني الأيام هي كلها 30 يوم، لكن تمر بحلاوة. يعني أنا أتذكر لأن كنا نسكن في بيت العود اللي كانت الأسرة مركبة، كان قبل رمضان بأيام معدودة، يحضرون رجال لهم بنية قوية ويحطون أمامهم المنحاز الخشبي لدق الحب، وهم يدقون يعني يغنون بأهاجيز رمضان الكريم وش عارف ايش ودي. هاي في بدايته. في منتصفه كنا صغار القرقعون، قبلها بشوي نخيط الأكياس، وفي ليلة القرقعون يعني يصير زيارات مكوكية، وبعدين يصير منافسة ما بين شلي واحد حصل أكثر. وأسبوع قبل العيد كنا مع العائلة. في السابق رمضان نكهته غير، يعني خاصة الطفل، يعني لباسه من القدم إلى الرأس يحطهم يم سريره حق العيد. الآن خلاص كبرنا، الحين اللي شيء موجود كله لباسه أبيض أبيض، يعني تغيرت الأمور. الآن رمضان يعني هي أولا نحمد الله اللي خلانا في هالعمر أصحاء وكله تعبد، زيارة الأهل، زيارة المجالس، والله ذكريات كلها حلوة. طبعا على فكرة يعني
لا يمكن أن الواحد يعني يرتاح ما لم تواجه مشاكل ويحلها، لأن من المشاكل الواحد يرتاح بعدها، يصير لها لذة أكثر. الوالد توفى وأنا عمري 7 سنين، وفي ذيك الوقت الواحد يحتاج إلى أحد يرعاه يهتم به، لكن عندي خوات وأخ، تحملت المسؤولية وأنا صغير. أتذكر أنا وأنا عمري 12 سنة أكتب رصيد، أكتب اتفاقيات بناء، يعني تعلمت أن حتى صارت عندي هواية للهندسة وخاصة الهندسة المدنية. فالآن يعني يختلف الواحد، من تخرج من الثانوية صعب يكتب اتفاقية. أنا خلصت توجيهية تجارية وطلعت على مصر درس علوم إدارية، جات نكسة 76، فطبعا طلعت على بريطانيا. فلما طلعت على بريطانيا اضطريت أن أنا أخذ التعليم A-Level والO-Level كإنجليزي، وبعد الجامعة وعقب الجامعة، وكنت لفيت على مقاطعات في بريطانيا لأجل أن أستفيد من الثقافات المقاطعات هذه. اللي آخر مشوار كنت في جامعة سلفورد في شمال إنجلترا، بعد ما تزوجت عيال وخلصوا الثانوية العامة في البحرين، الثلاث الأولاد كلهم طلعوا على سلفورد يونيفرسيتي، واحد ماجستير في الهندسة الميكانيكية، واحد ماجستير في الإدارة الصناعية، واحد ماجستير في سلفورد في أنظمة التصنيع الحديثة، وبعدين أخذ الدكتوراه من جامعة كرانفيلد عن طريق ابتعاث عن جامعة البحرين، والآن هو محاضر في جامعة البحرين. وبنت بعد في سلفورد أخذت استشارات نفسية، وبعدها كانت موجودة في مستشفى الملك حمد أخصائية علم نفس واستشارات، وكانت قبلها في جامعة Women Ladies في محاضرة هناك. أنا كان همي الوحيد أن أتابع تقدم أولادي، لأن هم الأصول، المادة ما راح تفيدك. ولله الحمد تخرجوا وأصبحت أنا حفيد الحمد لله. والله أنا أنصحها مثل ما نصحت أولادي، يعني ما في شيء بسهولة. لما الإنسان يتعب ويجد يحصل نتيجة جهده وتعبه. المثابرة على التعليم، حب الوطن، لأن مهما سافرت الوطن يربطك كل ذكرياتك فيه. المعاملة الحسنة مع جميع الناس، العمل الخيري مهم، هذا اللي احنا تعلمنا عليه. حدثنا عنها، يعني من وين جاتك الفكره؟ شو ابرز الاشياء؟ والله يا اختي شوفي، احنا الواحد ما يعني المفروض ما يتكلم في هذا الموضوع، لكن انت اثرتي. احنا نعمل بعمل خيري على طول، لكن انا اؤمن بشيء اسمه اود ان اراه وانا على حياتي احسن من بعد حياتي. فلذلك اسست مؤسسة دروش المناعي الخيريه لأجل أن يكون لها دخل. خصصت مبنى في منطقة استراتيجية في المنامة على أساس أن يكون الدخل مستمر، وهذا الدخل يصرف على الأعمال الخيرية. هذا واجب وطني. نفس الشيء يعني إحنا عندنا اللي ين المكتب ما نرده، بس في إجراءات لازم يكون فيها، وإحنا مطالبين الآن. يعني أي واحد يجي عندنا موظف خاص يقعد معه ويعمل بحث، لأن في ناس قد يكون مو مستحقين وفي ناس مستحقين، ولحظة في ناس عوائل متعففة،
والآن إحنا الآن يعني قدم لي ترخيص لإنشاء مسجد في اليسرى إن شاء الله، لأنه قريب من عندنا المنطقة بعد يعني تحتاج إلى مسجد هناك. هذه الأعمال اللي نقدر نسويها. واصل تعليمه بسبب أن أنا ساعدت دفعت الرسوم عنه، هذه راحة نفسية عندي أنا ما تصورينها، أحسن من واحد يقول لي والله مشكور، أنا بقى نسهل مشكور. فهذه الأعمال دي كلها هي اللي تخليك يعني فخور بنفسك، وقد ما تقدر تعطي هو هذا المفروض. والله أنا أتمنى الصحة للجميع، وأتمنى لهم شهر صيام فضيل، ولله الحمد طلعنا من الجائحة بأقل خسائر. الخسائر المادية ترجع مهما كان، وإن شاء الله بترجع مع ارتفاع النفط. أهن جميع العاملين بجريدة الوطن وجميع الإعلاميين والصحفيين، لأن صراحة هم يستحقون كل الشكر والتقدير. أي واحد ما يقدر يوصل كلمته إلى الآخر إلا عن طريق الجماعة ذلي، فمهما كانت الكلمة الصادقة لما يتولاها إعلامي صادق توصل طريقة أسلوب معين. وهن طبعا القيادة الرشيدة، وهن الأهل، وهن الزملاء بقدوم شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله يعني نكون إحنا في أحوال أحسن وأحسن.